الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر. نحن اليوم 4 جوليا 2016. موضوع تاع اليوم هو حول الجيل نتاع الفيسبوك والذكرى نتاع 5 جوليا. حبينا على جل باش نناقشوا هذا الموضوع. راني ننتظر فيك الأخ عيسى والأخ نوري من حين إلى آخر. الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا على الفيسبوك ولا راكم تتابعوا فينا على الإذاعة نتاع وطني، بإمكانكم هو أنه تتصلوا بي عن طريق السكايب راديو وطني. الإخوة اللي ماكمش موجودين في القائمة نتاع إذاعة وطني في السكايب، ربما إذا كان فيه إخوة عندهم إشكال ولا، بإمكانكم هو أنه تتصلوا بي من خلال الحساب نتاعي الخاص حتى باش نضيفكم معنا وتشاركوا معنا في هذا النقاش. بإمكانكم هو أنه أيضا نتعلقوا مباشرة على الصفحة نتاع الفيسبوك. إذن فيه مجموعة من الأسئلة تدور حول هذا الموضوع اللي نحاولون نثريوه مع بعض إن شاء الله، واللي هو حول المناسبة نتاع 5 جويلية والجيل هذا نتاع الفيسبوك والجيل هذا نتاع الانترنت بصفة عامة. نحاولوا أنه نناقشوا هذا الموضوع، كيفاش ينظروا الشباب الذكرى نتاع 5 جويلية وغيرها من الذكريات والاحتفالات الوطنية، كيفاش يشوفوا هذا الأمر؟ هل ترى هو يهمهم؟ هل ترى ما يهمهمش؟ كيفاش هم يعبروا الفرحة نتاعهم على هذه المناسبات الوطنية؟ هل ترى مثل الجيل تاع بكري هو أنه يروح المقام الشهيد ويرفع العلم الوطني، أو يديروا صور على البروفايلات تاعهم في الحسابات اللي راها موجودة في الفيسبوك أو غيره من المواقع؟ حابين نشوفوا الشباب هذا كيفاش هو ينظر لهذه المناسبات الوطنية، يال ترى عنده درجة من الوعي، يال ترى لا كيفاش يشوف هو الجيل هذا نتاع الثورة، يال ترى هو ينظر ليه بنظرة نتاع قداسة، نظرة نتاع احترام، وإلا هو أنه لا يعير اهتمام لهذه الشخصيات اللي هما شاركوا في هذا الاستقلال إلى غير ذلك. هل ترى هذا الجيل هذا نتاع الثورة أيضا هو راه يواكب التطورات، خاصة ونحن نعيش ثورة رقمية بأتم معنى الكلمة؟ هل ترى هما ما على بالهمش بهذه المسألة؟ هل ترى هذا الناس اللي راهم هما في سلطة القرار راهم أيضا هما يواكبوا التطورات التقنية وراهم هما يواكبوا هذا الرقمية، وإلا راه المخير فيهم لازم غلا فرماولو التليفون نتاعو، إلى غير ذلك من المسائل اللي تدور حول هذا الموضوع. إذن نحن على المباشر، ما زالني ننتظر فيكم على جل باش تشاركوا معنا في هذا النقاش، سيما من الإخوة اللي وعدتوني على صفحة نتاع الفيسبوك هذا المساء، كنت قلت لي باللي تشاركوا معنا. أنا راني ننتظر فيكم من حين إلى آخر على جل باش تساهموا معنا في هذا النقاش. أخ العربي الآن راك تسمع فيا، أتمنى هو أنك الآن راك تسمع فينا الأخ العربي. إذن الإخوة نحن على المباشر، راهو التحق بنا الآن الأخ عيسى من فرنسا، في انتظار هو أنه يلتحق بنا إخوة آخرين. أخ عيسى مرحبا بك، صحاف ترك. السلام عليكم أخ نور الدين والإخوة المشاركين، صحاف تركم ورمضان كريم. وعليكم السلام ورحمة الله، ربي يبارك فيك.
بارك فيكم يا نور الدين خويا، واش حوالكم؟ لاباس مع رمضان؟ والله غير لاباس الحمد لله. كنا ننتظر على جل باش يقول لنا العيد غدوه، قال لك بعد غد، قال لك اتم 30. تلموا 30 تبعوا سعوديه. علاش؟ علاش ماشي مشكل 30 ولا 29؟ الحمد لله 29. المهم احنا رانا كملناه تسمى الفرض، رانا كملناه ان شاء الله. هذه نتاع وان غم عليكم برك ان شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ان شاء الله. الاخ عيسى، المهم رانا في نقاش مفتوح حول المناسبه هذه نتاع 5 جويليا، والشباب هذا شباب نتاع الفيسبوك ونتاع تويتر، كيفاش راهو ينظر هو لهذه المناسبات الوطنية؟ يعني هل ترى هو راه ينظر لها بنظرة نتاع قداسة نتاع احترام؟ هل ترى نظرة نتاع لا مبالاة؟ كيفاش راه هو ينظر لهذه المناسبات الوطنية؟ والله يا نور الدين، يعني صراحة الشباب هذو ما عادوش يعطوا أهمية للمواعيد الوطنية هذه، لأنها خرجوها من المحتوى تاعها في السنوات الأخيرة. أنا أتذكر كنا في الكشافة، كنا صار كانت عندنا ليلة مقدسة هذه، وكانها ليلة القدر، كنا نحضروا لها أسابيع وأسابيع، كنا صغار يعني. في الكشافة الإسلامية كنا نحضروا لها أسابيع وأسابيع، وقلت لك وكأنها أكثر من العيد. كل المناسبات الوطنية، المناسبات الوطنية والدينية بصفة خاصة، كانت أمور تتحضر، كانت هناك برامج على مستوى البلديات، على مستوى المداشر، على مستوى المدن، يعني كانت هناك أمور، يعني أمور جيدة. أما الآن ما كانش، حتى النظام كان نظام يا نور الدين، ما بقاتش نفس الروح هذيك الوطنية اللي كانت موجودة في السبعينات والثمانينيات وآخر والتسعينات، بداية التسعينات ما بقاش هذيك الفخر والاعتزاز بالاحتفال بعيد الاستقلال ولا بأول نوفمبر ولا آخره. يعني ما عدا أنا حضرت أول نوفمبر في الجزائر المرة اللي فاتت، ما عدا بعض المجاهدين كان معاهم الوالد وبعض الإخوة، مشيت لقسمة المجاهدين 5 ولا 6، ما عندهاش يعني حتى ما بقاش هذيك يا ربي صراحة. علاش الأخ عيسى؟ لماذا؟ هي هذه قضية محو كما تكلمنا في بعض البرامج يا نور الدين، محو الأصالة، أصالة الشعب الجزائري، الأصالة تاعنا والمبادئ والركائز الأساسية تاع المجتمع في من بداية من العشرية الحمراء هذيك. وكأن هناك خطة مدبرة لتفجير كل ما هو وطني، كل ما هو إسلامي، كل ما يرمز إلى الوطنية ولا إلى الهوية بصفة عامة. كأن هناك أمر مدبر، هناك استراتيجية بعيدة المدى لتحطيم ولا لطمس كل هذه الأمور. الآن يحتفلوا بدربوكا وشتيح ورديح والراي، ما بقاش عنده المعنى، هذاك المعنى اللي كان مقدس عند المجاهدين والشهداء الله يرحمه. ظننا انه هناك استراتيجيه بعيده المدى اللي جات نتائج تاعها الان. هذه الاستراتيجيه من التسعينيات وهي ممنهجه، والان رانا نشوف النتائج تاعها. ما عدا البيان اللي دارت رئاسه الجمهوريه، ما كان حتى شيء في الجزائر، يعني ما كانش هذاك الصخب اللي كان يكون، وهذيك الاحتفاليه الوطنيه يعني اللي نابعه من الاعماق كما نقولوا، تلقاها في القرى في المدارس. ما تشوفش الاخ عيسى من انها يعني تكون قبل القضيه نتاع التسعينات؟ لا، هي نور الدين في بدات، اذا كان بدينا نتحدثوا انا من جيل الستينات في البدايه كنا لا 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 احنا رانا نتحدثوا على الجيل هذا الجديد هذا، ولكن في هذه المساله هذه بالذات يعني تسمى كي لانه هذا الناس هذو هما اصلا يعني زادوا في الازمه. هذو دوك اللي راهم درك هما مولودين دوك في 90 91 92 95 الى غايه نقولوا مثلا 2000، هذو درك هما راهم ولدوا في الازمه نعم نرد.
ولكن هذه المسألة هذه نتاع الاحتفالات نتاع المناسبات الوطنية ما بداش يعني تسمى المشكل يعني نتاع عدم الاكتراث ولا مبالاة وعدم الاهتمام بهذه المسألة، ما بداش في التسعين، لأنه الناس كانت ما كانش التي أصلا بهذه المسألة، الناس كانت تحوس غير العلة هنا وتحوس على الأمن وتحوس على السلاك. المسألة هذه أنا في رأيي هي أنها بدأت قبل، بدأت رنقول ربما أنا في الثمانينات. الثمانينات ده تبيعا نردي، انا حضرت، انا قلت لك كنا بدا في اخر السبعينات، كنت كشاف، كنت نحس بيه، صح، نحس بيه المناسبات الوطنيه، نحس بيها لان كنا اطفال، كنا براءه على كل حال، كانت احتفاليه لان كان هناك مجاهدين حقيقيين، كانوا احياء نردي. الان ما بقاوش مجاهدين حقيقيين، الا المزيفين اللي راهم موجودين، اي قسمه تمشي ليها ما تلقاش زوج مجاهدين حقيقيين، اي قسمه تاع مجاهدين في اي بلديه، ونتحدى اي واحد من هذا المنبر، اتحدى اي واحد يقول لي في اي قسمه تاع مجاهدين على مستوى الوطني، على مستوى كل البلديات، لكن نلقاو اكثر من زوج او ثلاثه مجاهدين حقيقيين. هذه انا قالها لي مجاهد حقيقي، قلت له كيف درتوا هذاك على بالنا بلي ماهوش مجاهد، درته امين قسمه؟ قال لي يا وليدي اروح معانا للجمعيه عامه وشوف. قال لي هم اكثر منا، قال لي هذه عندها 5 سنين ولا 6، درك ما بقاوش، قالوا 5 ولا 6، درك باقي 2، في كل قسمه تلقى 1 ولا 2 مجاهدين حقيقيين، وتلقاهم حاقرين هما نور الدين. يعني الامور مرتبطه كلها بعضها. هذيك المجاهدين الجماعه المزيفه كل اللي راهي في راهي اللي ما بقاش هذيك الروح. قلت لك كنا شباب في السبعينيات حتى بدايه الثمانينات، بدايه الثمانينات ديجا في 85 86 كنا في الجامعه، تبدلت، تغيرت الاجواء تاع الاحتفاليات، ولات بدات فيها ديجا شطيح ورديح. وجات مع الازمه تاع التسعينيات، تاثرت تاثير كبير 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 جدا، لان هذا الجيل راه مولود في التسعينيات على كل حال، مع الازمه مع هذيك وكلها كملت بعضها. نعم، الاخ عبد اللطيف قلت لي على السكايب هاني رسلته لك مباشره على الصفحه نتاع الفيسبوك، بامكانك هو انه تطلبني يعني عن طريق السكايب مباشره، وإذا كان لقيت مشكلة والله عاود اكتب لي تعليق فقط وبعث لي الحساب نتاعك باش نضيفك على السكايب باش تقدر تشارك معنا وتفيدنا بالرأي نتاعك. والمهم الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا على الصفحة نتاع الفيسبوك نتاع المصالح الجزائرية، بإمكانكم هو أنه تشاركونا الآراء نتاعكم، تهمنا يعني، ما تبقاوش غير فقط تسمعوا فينا، الاراء نتاعكم تهمنا، خاصه اذا كنتم يعني من هذا الشباب هذو يعني، حتى باش نسمعوا الاراء نتاعكم. احنا ذكرنا الان يعني فتنا ديك المرحله هذيك نتاع المراهقه والمرحله هذيك نتاع الشباب هذيك، اللي الانسان هو انه كاين بعض الاشياء اللي ما راهوش يشوف فيها، كاين ربما حتى الانسان يلحق حتى السن نتاع 35 40 سنه باش يبدا الانسان يشوف بعض الاشياء اللي ما كانش يشوف فيها وهو في السن نتاع العشرينات هذه. نعم، إذن نحن على المباشر الإخوة والأخوات، دخلوا معنا الأخ هذا عبد اللطيف اللي كان يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، ونسمعوا الرأي نتاعو، ربما يفيدنا من خلال الرأي نتاعو. إذا الإخوة نحن على المباشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا أستاذ لاباس، حضرك. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. الأخ عبد اللطيف ولد من غردايا. يا خويا مرحبا بك أخويا عبد اللطيف، ومرحبا بناس غردايا. الله يحسن بك، واش أخباركم لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. على كل حال الموضوع يعني مهم جدا، و وصافي بليزير كي نلقاو مواضيع كيما هذه تدمجوا فيها الشباب. نعم. وتخلونا حنا يعني تعطونا فرصه اننا نهضروا على وجهات النظر. نعم. دوك ماهيش المهم تعطيني انا صوت ولا تعطيني برلمان نقدر نعبر فيه على شعوري. نعم. مهما يكون هذا هو، مهما تكون وجهه النظر سواء مؤيده ولا معارضه. نعم، ما فيش مشكله. على كل حال ما نهضروش دوك على حساب واش فهمت الموضوع، انك ما هي نظره الشباب للاعياد الوطنيه فيما يخص اسك مازالها تمثل، ولا اسك الشباب راهي بالي بالاعياد الوطنيه ولا مش بالي، اسك هذا هو. نعم اخ عبد اللطيف، انا علاش طرحت هذا السؤال؟ نعم. درك حنا الفنا
اللي فينا هو انه الناس بالمناسبه نتاع نوفمبر ولا مناسبه تاع جويليا في التلفازه يجيبوا هم رقاو الضباط، هم خرجوا الضباط لا روترات، هم خرجوا جماعه من الحبس وجماعه يروحوا المقام الشهيد ولا هذا النصب التذكاريه يقراوا ثم الفاتحه ويحطوا شويه نتاع ورد والسلام عليكم. احنا حبينا على جال باش خاصه هو انه احنا ثاني رانا من هذا الجينيراسيون راهو كاين تقارب بيناتنا، يعني ما راناش كيما نقولوا دي فيو كيما هذوك اللي راهم وصلوا، مازال يعني مازلنا حاكمين رواحنا، رانا نفهموا احنا رانا مرينا بهذه الاشياء اللي راكم انتم مريتوا بها، ما راناش في السلطه حنايا اكيد ونفهموا هذه المسائل. حبينا حضرك احنا نحييو هذا الذكرى نتاع 5 جويليا خاصه من هذ الناس اللي راهم درك موجودين في الخارج ما عندهمش الفرصه هما على جال باش يعبروا بالوجهات نتاع النظر تاعهم او بالاوجاع نتاعهم او ما عندهمش الناس اللي يعبروا بالالسنه نتاعهم، وايضا هذ الشباب ربما ما لقاوش فرص ما لقاوش فضاءات اللي يعبروا بها. حبينا على جال باش نديروا هذا الموضوع ونسمعوا لبعضنا البعض ونديروا التجربه يعني على الفيسبوك، راه مرتبطه هي بالاذاعه نتاع وطنيه ولكن على الفيسبوك على جال باش نساهموا مع بعض ونفهموا بعضنا البعض. يعني هذا الذكرى هذه نتاع 5 جويليا درك الان يعني لو تشوف مثلا درك فرنسا بعد ايام 14 جويليا الاحتفال تاعهم شوف الاحتفالات في كل المدن، شباب مهتم بهذه المسائل في البيوت نتاعهم اللي هازين اللي ضربوا يديروا في المفرقعات كل شيء. يعني تروح تشوف امريكا تشوف بريطانيا تشوف كذا، بينما احنا شباب نتاعنا للاسف الشديد هو صار لا يعبأ ولا يعني يكترث بهذه المناسبات. حابين نفهموا احنا علاش، يعني ترى علاش بارك الله فيك، وهذه هي النقطه الاهم، علاش الشباب تاعنا. انا طونك نهضر طونك انا شاب جزائري، انا نهضر طونك انا شاب جزائري، علاش انا شخصيا مانيش نهتم. بون ما نشككش انا في الوطنيه تاعي، انا مواطني ابن من عائله ثوريه ابن عائله مجاهده، جدي مجاهد، وبعدين شغل علاش ما وليناش نعطوا اهتمام لهذ الاعياد وهذ المناسبات. يعني هي بصريح العباره ما كانش همزه الوصل ولا لغه الحوار ولا لغه الاتصال ما بين الطبقه اللي عاشت في هذاك الوقت واللي راه درك الجيل الجديد هذا اللي بالك راه بالك سمع برك. هذه وحده. دوزيامون الاوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية اللي راح يتمر بها البلاد هي اللي يعني هي اللي ما غرستش الحب الوطنية تاع الحب الوطنية في الشباب، يعني بكل صراحة نهضروا بكل شفافية. يعني ما غرسوش فينا حب الوطن كما يلزم الحال. يعني من 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 ناحية واش قال مثلا برامج قال ما على باليش أنا في المدرسة وش هي في المسجد في الدور الثقافية أفلام كل شيء. أنا 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 نعطي لك بصريح العبارة، يعني أنا نحمل مسؤولية كبيرة للمنظومة التربوية تاعنا. صار يعني صار الإنسان ما عند صار الطالب سواء الابتدائي ولا الجامعي ولا في الثانوي ولا في المتوسط، يعني همه شاغل هم النقطة. يعني لما تقريه من بين انا مريت وقريت الحمد لله عندي ماجستير في العلوم الاقتصاديه ما شاء الله، يعني الله يبارك فيك، يعني انا نشوف باللي من بين الحصص الممله والماده الممله هي التاريخ. هي ماده التاريخ. لماذا الدراسه ما غرسوش فينا هذاك العنصر المشوق تاع التاريخ؟ ما ديتنيش المتاحف، ما ديتنيش منه ومنه اللي خليتني اني نبدا نتعرف على التاريخ تاع بلادي ونتعرف عليه بصوره تامه. اعطيها لي في سوجيا قرا لي العربي بن مهيدي هذا 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 جاوبني كذا صفر. يقرونا على اوروبا وما يقروناش على بلادنا، يعني شويه. هذه نقطه. ثانيا دوك حنا كرانا جيل شباب. اعطيني ابذل معايا مجهود باش تشوقني في بلادي، هذاك تاريخ ونعتز به وارض الشهداء ومات عليها مليون ونصف مليون شهيد، هذه غير في الثوره، يعني بلاد اللي ماتوا من مده من الاستعمار حتى الاستقلال من, من 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 في قرن 32 سنه، عفوا يا استاذ. نعم.
يعني وفر لي اعطي علاش قلت لك نحمل المسؤوليه التامه للمنظومه التربويه. لازم يغيروا من الاسلوب تاع معامله التلميذ ولا الطالب، لازم ما يخلوش همه الشاغل هو النقطه، اعطي له عنصر تشويق في الدراسه تاعه باش على الاقل ماده التاريخ باش ما ينساش الهويه تاعه. غدوه كي يتوفوا الشهداء، كي يتوفوا المجاهدين واللي قعدوا والاعمار بيد الله، يولي الجيل تاعنا يواجه في ما في تاريخ بالك محرف ولا تاريخ ما عاشوش ولا غير اسطوار هكذاك وخلاص. نعم. فهمتني؟ وان شاء الله نكون وفقت باش نوصل لك المعلومه. لا 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 انا فاهمك جيدا الاخ اسمه عبد اللطيف، وانا ما عنديش مشكله بيني وبينك، احنا رانا في زوج رانا ضحايا نتاع هذا النظام هذا. الله يبارك فيك يعطيك الصحه، يعني رانا زوج رانا ضحايا نتاع هذا النظام. انت انا نحكي لك على الجيل نتاعي، انا نفس الشيء عانيت منه في هذا المساله هذه نتاع التاريخ. نفس الشيء انا كنت لما كنت في الجزائر في وقت الدراسه اكره ماده نكرهها هي التاريخ، اكره ماده. ولما فقنا لقينا رواحنا ما نشعر فيه، وبعد والشيء اللي درك انا درك راهو حببني في التاريخ هي اجتهادات شخصية من خلال المطالعة نتاع المذكرات ومن خلال الاطلاع يعني الكتب، يعني وخاصة يعني منذ أنه جيت لفرنسا لهنا هما يحبوك في القراءة، يحبوك في القراءة. يعني هذه واش نستنجدوا منها؟ معناتها كاين منظومة تربوية مليحة. لا 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 مش غير منظومة تربوية، هي كاينة أشياء اللي في المنظومة التربوية. انت دوك انت لما تلقى انت استاذ اللي المفترض هو انه يربي، هو يربي تلميذ، تلقى الاستاذ هو محتاج للتربيه. بارك الله فيك، وين راك رايح؟ او تلقى الاستاذ هذاك هو يحمل خلفيات تجاه التاريخ، يحمل تلقاه هو يحمل خلفيات، ثم لما يدرسك ما يدرسكش بالتاريخ الحقيقي، بارك الله فيك، يدرسك التاريخ من منطلق الخلفيه نتاعو. يا حمد، بالاضافه الى التشويه نتاع الحقائق. التشويه نتاع الحقائق خذها من قضيه نتاع مصالح الحاج، نتاع عبان رمضان، نتاع الصراعات هذيك. عوض هو انه التلميذ لو كان دوك مثلا هذيك الاجيال هي قرات هذيك الصراعات اللي كانت موجوده، الصراعات هذيك ما كانش تتكرر لو كان قراتها الناس وهضمتها واستوعبتها، الصراعات هذيك ما تعاودش تتكرر. لكن ما دام هاك شوف درك مثلا هما درك هنا في فرنسا، انا نتكلم لك على فرنسا بحكم هو انه راني عايش فيها، يحكيوا لكم على القضيه هذيك تاع الحروب الصليبيه هذيك وتاع المجازر اللي صارت في الثوره الفرنسيه وكذا، كلهم حتى لا تكرر هذيك المآسي، كل المواطن الفرنسي غير تجبدلو في الامر نتاع الدين يحبس، يقول لك حبس صاي حبس 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 حبس. لماذا؟ لانه ارتواب هذاك التاريخ وعرف باللي هذاك الاستعمال نتاع الدين نتاعهم وصلهم الى مجازر، وصلهم الى مذابح وكذا، حتى باش ما تتكررش هي هذيك المذابح وما تتكررش هذيك المجازر. بينما احنا هذا الفتنة ما زالت الناس الآن راها عايشتها، دوك انت راك عايش ربما في التسعينات ما تعرف حتى شيء عليها. ايه بارك الله فيك، يعني ما عندوش تاريخ ما يعرفش وش يعني شيء. إذا كان أنت ما عرفتش هذا واش صرا في الجزائر أثناء الفتنة، وما عرفتش أنت هذه الصراعات اللي صارت هي أثناء الثورة، كيفاش راح أنت تحب التاريخ؟ كيفاش راح تعرفه أنت؟ أكيد يعني. وزيد ثاني حاجة واحدة أخرى أستاذ، يعني نلمح لك بها بصفة مختصرة لأنه في زملاء يريدوا باش يدخلوا، وكتب واحد باش يدخل. نعم ما فيش مشكل. كيف الجزائر ياك؟ السيد الدولة الجزائرية ولا السلطات المعنية، ما نحددش، السلطات المعنية علاش ما يستبدل المجهود باش تقنع فرنسا أنها ياك فرنسا استعمرتنا. نعم. وهي اللي دار استعمرتنا، ويعني هذه حاجة مفروغ منها. علاش ما تبدلوش مجهود انهم باش يخلوها بمجرد الاعتراف ماشي بمجرد تعويض، اعترفي باللي واش درتي في مجازر 8 مايو، اعترفي لحد الان واحد ما قدر يجيب سياسه ولا يضغط على فرنسا برك من باب الاعتراف على التاريخ والمجازر اللي
والارشيف تاعنا راه عندها يعني هذه برك. شكون يعترف لك يا راجل اللي يعترف يعترف للحركه ولا لمن يعترف؟ يعطيك الصحه عطيتني جواب خلاص بردتني يا اخي والله غير يا استاذ يعطيك الصحه. لو كان اسمع لو كان راهو العربي بن مهدي وراه عميروش وراه من الابطال هذوك راك انت تمشي مرفع الراس فهمت تمشي وراك راك ولكن هما دوك شكون شكون لمن يمدوهم يمدوا الكبرانات اللي كانوا يخدموا عندهم ولا؟ اعطيك الصحه شيخ. هذه هي المساله هذه يعني ان شاء الله تكون فهمت صوت من صوت الشباب يعني واش نقول لك ويعطيك الصحه على كل حال عقوبه واللي بخلاصه يعني كيما يقول الزميل تاعي خليل قال لك اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش مستقبل وبارك الله فيك يا استاذ وان شاء الله عقوبه المواضيع واحد اخرى ورانا هنا ان شاء الله نتبعوك الله يبارك فيك شكرا الاخ عبد اللطيف اذا تحب تبقى معنا ما فيش مشكله مرحبا بك ما كاش مشكل الله يجازيك خير ان شاء الله. طفي فقط الاخ عبد اللطيف الميكروفون باش نمر للاخوه الاخرين عندك واحد البوطون في سكايب ما كاش مشكل نمر للاخوه الاخرين ونعاود نرجع لك تفضل الاخ عيسى ومن بعد نجي لك الاخ نوري شكرا تفضل الاخ عيسى السلام عليكم مره ثانيه شكرا الاخ عبد اللطيف على التدخل تاعو ونعتز بمشاركه الشباب معنا كما تكلم الاخ عبد اللطيف اننا نشاطروا في نفس الموضوع ان المدرسه لعبت دور كبير في تزييف الحقائق الى اخره ولكن ماشي المدرسه وحدها اللي مسؤول على الامور هذه نور الدين ومنظمات كذلك منظمه الكشافه منظمه الشباب منظمه درك راه عندنا قبل الحزب الوعد كانت منظمه قليله منظمه جماهيريه كما كانوا يسموها ولكن كانت عندها فاعليه انا شخصيا لولا الكشافه الاسلاميه ونشاط اللي كنا نديروها والزيارات اللي زرنا رحنا زرنا ايفري وين داروا مؤتمر الصمام زرنا منطقه الاربعاء وين طلقت الثوره في الاوراس في الريس الى اخره رحنا للمقام الشهيد الى متحف المجاهد شفنا بعض الامور يعني كنا كانت نشاطات خارج المدرسه المدرسه كانت جزء قليل من 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 التكوين هذا تكوين سياسي ولا التكوين الوطني كما نقولوا اذا هي كل منظومه متكامله منظومه متهالكه هذه العصابه ينور الدين اللي جات كملت عليها يعني هي قضيه التسعينات العشريه الحمراء والعشريه السوداء وبعدها مباشره جات العصابه هذه من 99 اللي كملت على اللي بقى يعني هلكت كل ما فيه الاحزاب ما فيه المنظمات ميعت كل شيء يا نور الدين تمييع هي عباره عن تمييع للتاريخ تمييع للهويه تمييع للثقافه تمييع للدين تمييع لكل شيء يعني كل شيء ولا في الجزائر مميع الشاب ما انا نعذرهم الشباب نعذرهم لانهم ما عندهمش ثقه لا في المنظمات لا في الاحزاب لا في الرجال شبه السياسيين هذو اللي راهم يشوفوا فيهم العرائس القراقوز اللي راهم يتحركوا ما بقاش عندهم ثقه لانهم يشوفوا يا نور الدين وهم راهم اذكى منا بزاف نور الدين هذو الشباب انا عندي اتصال مباشر مع الشباب كي نمشي للجزائر عندي اتصال بحكم اني كنت في منظمات الى اخره ما عندهم اذكياء علينا احنا كنا بحاجه صغيره كنا عندنا هذيك الوطنيه وعندنا هذيك ولكن هم راه فاهمين الامور سمنت كنت تامن بالغوله لا مش قضيه غوله نور احنا انا شخصيا ان الفضل يعود الى الوالده صراحه انا ملي كنت صغير ما كانش تلفزيون ما كانش الانترنت يا نور الدين انا كنا نحكينا غير على الثوره شفت كيفاش احنا عشنا هذيك الفتره انا الوالده تحكي العلومه كيف قلت لها قدامها امها شهيده وباباها شهيد شفت كيفاش انا شوف نحكي لك انا على نفسي يعني كي جبتها الاخ عيسى سامحني قطعتك فرك هذه المساله بالذات انا ايضا شخصيا في الفتره هذيك نتاع السبعينات انا مولود في الستينات يعني في الفترة هذيك نتاع نقولوا السبعينات يعني لما بدا الواحد يتكلم وبدا الواحد يمشي وبدا الواحد يقرا وكذا في الفترة هذيك حنا في البيت نتاعنا ما كانش عندنا التلفاز كانت الوالدة كانت تحكي لنا كيفاش كانوا وحنا تسمى الستينات والسبعينات تسمى ماشي بعيدة تسمى مازالت كيما نقولوا الريحة نتاع البارود مازالت موجودة كانوا هما يحكيوا لنا
هاو فلان هذا قتلوه فلان، هاو شكون اللي قتلوه، هاو شكون اللي قرب به، هاو كذا هاو كذا، هم جاو ذاك هم مرمدوه هم كذا، كيفاش يحكيونا كيفاش يديروا كيفاش كانوا يعذبوا فيهم كيفاش كذا كيفاش كذا. اولا انت من الصغر نتاعك يعني تشرب هذيك القيم هذيك، ولحقنا بعض الاشياء نتاع التضامن، كيفاش يتضامنوا مع بعضهم، كيفاش يروحوا قال مثلا واحد كيتزوج والله واحد كيموت والله، كيفاش كان هذاك التضامن، كيفاش كان هذاك التواصل، كيفاش كان هذاك الحب بيناتهم. هذه المسائل هذه فيما بعد حنا لما دخلنا المدرسه دخلنا للكشافه ايضا كنا نلقاو هذا الشيء هذا في الكشافه، كنا نخرجوا في مجموعات هكذا ونروحوا لبعض الاماكن الى غير ذلك من هذه المسائل اللي هي كانت في غياب التلفزه وفي غياب المراكز الثقافيه، ولكن مع ذلك كنا نشربوا في الوطنيه نشربوا فيها يعني كيما نقولوا من عند والدينا ومن عند الاقارب نتاعنا. ولكن درك هادو هذا دوك اللي راهو دوك ما يقراها في المدرسه ما عنده اتصال مباشر بهذا الجيل هذا نتاع الثوره يعني، ومن بعد جات هذه المسائل هذه يعني. تخيل انك جبتها لك على نفسي، انا في نفسي في البدايه كان عندي توجه عسكري في البدايه، كنت انا لما كنت نقرا كنت حاب ندخل اشبال الثوره مباشره. لما رحت درت سيرفيس ميليتير خرجت اللي نشوفه داير الكاسكيطان نشوفه حاجه اخرى من الممارسات اللي شفتها. هذاك الحب هذاك انا اللي هزيته، كنت انا لما كانوا يحكيوني على الشهداء، كنت انا لما نشوف راك تشوف درك مثلا الشباب هذو اللي راهو لما دوك مثلا يشوفوا كره القدم يشوفوا ما على باليش انا زيدان ولا يعود يرجف. انا بكري كنت لما نشوف الكاسكيطه نعود نرجف، ولكن بعد ما دخلت للسيرفيس ميليتير للخدمه العسكريه خرجت يعني وكانه كنت عند الاحتلال، ما كنتش في مؤسسه وطنيه وكنت مع ناس وطنيين. يعني هذا اللي يكره الدين يكره ربي يكره الصلاه يعذب خاوته يحقرهم ينحيلهم الماكله يمنحهم واحد مات له واحد من لافامي نتاعو ما يخليش يروح العائله نتاعو، ناس يتامى داوهم عقبوا سيرفيس ميليتير، ناس داو اللي اسمه لي كارت جون هذوك براشاوي. حتى لما شفت هذه الممارسات هذيك واش من وطنيه تبقى لك؟ تفضل الاخ عيسى. صحيح ردي انا ذكرتني، انا كنت قبل ما نتكلم معاك كنت نتكلم مع الوالده رعاها الله حفظها الله ان شاء الله، كنت تكلمت معها اكثر من نص ساعه وجبت لها قلت لها اليوم راه غدوه راه 5 جويل ها يا وليدي، قالت لي واش بقى منها؟ والله بالكلمه هذه والله يا ردي قشعر جسمي يعني صراحه، الدموع بقاو في عيني يعني تفكرت كل الحكايات اللي كانت تحكي لي كنت صغير. انا والبكر في عمري 5 سنين دنتي المنطقة كل نسكن في الجبل دنتي المنطقة الزيتونة، وقلت له يماها الله يرحمها جدتي يعني ربي يرحمها، قلت له هي كان في عمرها 8 سنين ولا 9 سنين. إذن الوطنية زرعت رفعناها كما رفعنا حليب الأم يا نور الدين، رفعناها من الصغر. أنا مولود 63 على كل حال، في السنوات هذيك ملي كنا صغار في عمرك عامين يحكيوا لك يعني كي نتلاقاو في عرس نتلاقاو في فرح ولا في قرح حكايات كلها تدور على الثوره في البلاصه هذه، هو واش صرا هنا، كانت المعركه الفلانيه، هنا كان القائد الفلاني، هنا كان هذاك، هنا كان عمر بن عوده، هنا يعني من الصغر قبل ما ندخل المدرسه قبل ما نحكوا 60 ديجا عندنا هذيك الوطنيه ولا هذيك الروح رضعناها مع الحليب يعني. ومن بعد كبرنا شويه ولينا نتلاقاو المجاهدين الحقيقيين يا نور الدين، يعني نتلاقاو معاهم سيت وحنا كنا في انا كنت منطقه مليل، هذه منطقه ثوريه معروفه. يعني المجاهدين 24 ساعه على 24 ساعه راك في وسط المجاهدين. مجاهدين ولا ابنائهم ولا العائله كلها، العائله الثوريه كيف هجروهم الى هذيك لي كونك في اسمهم بالعربيه، لحقنا عليهم احنا في الاستقلال، لحقنا حتى على المناطق اللي كانوا يسكنوا فيها رحنا زرناهم بين قلمه وسكيده، كنا نمشيو هنا كان لان كنا في الجبل ولات منطقه محرمه 56 57 الدوار تاعنا كلها اصبحت منطقه محرمه. يعني الوطنيه رضعناها مع حليب الام يعني باختصار يا نور الدين. نعم. ومن بعد كما قلت انت جات الكشافه الى اخره، جات الكشافه جات الامور الاخرى اللي خلاتنا نبقاو ديما على اتصال،
وهذاك وجود المجاهدين الحقيقيين اللي كانوا في المقتدى كان لعبوا دور كبير، لان مشينا للولايات لقينا مجاهدين حقيقيين نردين، عمرك ما سمع بهم، الظروف ما سمعش بهم، مشينا للربع مشونش هذه مازالوا ساكنين في الجبل، هذه في الثمانينات. رحنا للربع هذه كون طلقت اول رصاصه وانتقوا المجموعه الاولى ولانطلاقه الثوره الى اخره، تلقينا مع المجاهدين الحقيقيين، مش تلقاهم في ارجي مكان، ما تلقاهمش في الجزائر العاصمه يا نردين. ما تلقاهمش في المدن الكبرى. تمشي للمداشر والقرى تلقى المجاهدين الحقيقي يقول لك انا الحمد لله اني عايش، عندي اني عايش عايشين بواحد البساطه ابسط من البساطه، ما يحوسوا لي حتى شيء في الوقت هذا، عايشين. المهم ان انهم في الاستقلال، ان فرنسا طياره الطريقه الصفراء ما تدورش، الطياره الصفراء هذا يحكي عليها كانوا يغنيوا عليها. صحيح. حتى الاناشيد اللي كنا نغنيوها، نتذكر انا الاناشيد اللي كنا نغنيوها خلال هذيك المرحله كلها اناشيد طوريه، طيارة صفراء حبسي ما تضربيش، جبل بوزقزة، هذيك هذيك هذيك، ديجا يعني تعرفنا أمور كثيرة كثيرة وتربينا عليها. بعد جات يعني حتى المنظومة التربوية الوقت ذاك كانت عندها دور، كانت تلعب دورها الحقيقي يا نوردين. الستينات بداية نهاية الستينات. نعم تسمى احنا تسمى كنا مباشرة بعد الجيل هذاك نتاع الثورة، تسمى احنا كنا جيل تاع الاستقلال. جيل الاستقلال هذا هذا هو الفرق الكبير. ولكن حتى لو كان عندنا نظام، لو كانت عندنا دولة، يعني كما كنت تتكلم انت ماشي دولة تاع كبرانات فرنسا، كانت المدرسة والمراكز الثقافية بالعكس بعد التسعينيات ولا الوقت الحال الوقت اللي رانا فيه، دونك الامور راهي متطورة اكثر. والمفروض كانت زرع هذه الروح الوطنية ولا الامور هذه كانت تكون اسهل بكثير من قبل. لازمك تنتقل حتى الافري اللي نديروا مؤتمر الصمام وتشوف الى اخره، ولكن كل راه متوفر. المفروض كانت لو كانت هناك نيه صادقه من النظام بصفه عامه، باهي يكون جيل يحمل المبادئ ويحمل الوطنيه الى اخره، كانت اسهل بكثير علينا احنا، لان ما كانتش عندنا امكانيات احنا نردين. نعم كنا نعاود نرجع تستنى عام في العام كامل عندك ممكن رحله. دونك نعاود نرجع لك الاخ عيسى، نعطيو الكلمه لخونا نوري. نعم ونعاود نرجع لك الميكروفون الاخ عيسى. الاخ نوري صحف ترك. السلام عليكم. الله يسلمك احمد، واش راك لاباس؟ الحمد لله. الله يبارك فيك الأخ نوري. الموضوع تاعنا اليوم هو حول الجيل هذا نتاع الفيسبوك والجيل نتاع التويتر ونتاع الانستغرام هذا والمواقع يعني المختلفة هذه، الجيل هذا نتاع لي زابليكاسيون نتاع التطبيقات هذه اللي راها موجودة في الهواتف الذكية إلى غير ذلك. كيفاش راه هو ينظر للجيل نتاع الثورة، كيفاش راه ينظر هو للمناسبات الوطنية، وحبينا من خلال هذا النقاش هذا هو أننا نخرج بخلاصة. نعم شكرا أخ نوردين. أولا بالمناسبة نترحم على كل أرواح الشهداء والضحايا الذين سقطوا من أجل هذا الوطن، سواء كانوا ذلك قبل الاستقلال أو بعد الاستقلال. ونحن في الحقيقة كمواطنين جزائريين أحرار نعتز ونفتخر بشهامة ورجولية وشجاعة هؤلاء الرجال، ونحسبهم كذلك من الذين سبقوا وجاهدوا للأخذ بالحرية، وبطبيعة الحال دفعوا من أجلها الغالي والنفيس. وكل ذلك نحن اليوم نتنعم بهذه الحرية، حتى ولو كانت حرية نسبية، ولكن تبقى على الأقل نوع من الحرية تختلف بالشكل الذي كانت الحياة موجودة فيها قبل الاستقلال. فهذا يعني بمناسبة بالذكرى أردت أن أشير إلى هذه اللمحة. يبقى طبعا الجانب الآخر الذي نحن اليوم فيه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، فقد تكون هناك يعني اختلافات، نزاعات، تشابكات، لا نتفق، لا يعني كل هذه الأمور، ولكن كل هذا يبقى دائما فيما بيننا ومن أجل دائما هذا البلد الذي هو حتى ولو أنه الكثير منا يعتبره ربما غير مستقل ضمنيا بل مستقل شكليا،
والكثير أو البعض الآخر يرى أن الاستقلال الذي حدث في 62 كان عبارة عن خدعة نصبتها فرنسا لكي تأخذ مجرى آخر وتقضي على الثوار وتقضي على كل الوطنيين الحقيقيين، ثم تأتي بعد ذلك وتنصب الحركة وعملائها لتسير وتخطط مؤامراتها التي تمشي عليها الآن. طبعا هذا كل فرضيات وكل كلام يدور لحد الآن. الآن تبقى القضية والسؤال المطروح، يعني الشباب. بطبيعة الحال لما نقول الشباب هو يعني هاد الشباب لم أغلبيتهم أو كلهم لم يعيشوا مرحلة الاستقلال الثورة، والكثير منهم عاش مراحل يعني مأساة جاءت بعد الاستقلال. يعني لما نشوف المراحل اللي مرت بها الجزائر بعد الاستقلال، هناك مراحل مرت بها. نبدأ مثلا المرحلة الأدنى اللي هي مثلا أحداث أكتوبر وما جرى في الثمانينات مثلا من أزمات وتهميش وإقصاء والمشاكل الشباب اللي كان عايش فيها، والناس يعني كانوا يعانون بكل صراحة. الإنسان كان ما يلقاش شغل، الإنسان كان ما يلقاش، يعني كان يهمش، كان يقصى، كان يتعامل معه مثل واحد غريب. بالتالي هذه كانت البداية، لأن الشباب في ذلك الوقت، الناس اللي كانوا شباب في ذلك الوقت وحتى ما هو الشباب، يعني كيفاش يحس روحه في هذا الوطن اللي هو ما حاملوش، يعني ما يلقاش روحه في هذا الوطن هذا. أنت كيفاش تكون وطني إذا كان هذا الوطن هذا ما يعطيكش أبسط الحقوق، يعني ما يعطيكش شغل، ما يعطيكش سكن، ما يعاملكش واحد المعاملة حسنة، يأديك، يستعمل معك التعدي. يعني شفتوا الطرق اللي صارت بعد الثمانينات، جات من بعدها المأساة، صارت الأمر اللي صار في المأساة، ربما حتى في الثورة ما صارش. شوف المجازر اللي صارت وكيفاش تعاملوا مع الناس وكيفاش سجنوا، كيفاش داوم المعتقلات، وكيفاش الناس اللي هربوا والناس اللي هبلوا والناس اللي يتمون مولادهم. إذن هاد الناس هادو كيفاش بغيت يكونوا وطنيين لهذا الوطن؟ أقول لهاد الناس اللي يسيروا هذا الوطن، مش يعني بكل صراحة سلخوا منهم الوطنية بالقوة، بالتعذيب، بالتهميش، خلقوا المردون باش يكرهوهم في هذا الوطن. إذن هذا هو السبب الرئيسي اللي خلى أغلبية الشباب أو أغلبية المواطنين أنه لا يهتم بهذه المناسبات، لأنه بكل صراحة يشوف نفسه أنه نفس الممارسات أو أكثر من الممارسات اللي كانت تقوم بها فرنسا ما زالت تقوم بها النظام الحاكم. وربما الكثير من الإخوة في وقت فرنسا كانت عندهم الأجواء أحسن من الوقت اللي بالأمور اللي صارت في المأساة. إحنا كنا نشوفوا كيفاش يجيو الناس ما ترقدش في الليل، تبات سهرانة عساسة، ما تعرفش كل راه غادي يجيها. هذا الأمر هذا ما صارش في وقت فرنسا، نكون صراحة. كان الناس اللي كانت تنام على ودنها في وقت فرنسا. إذن هذه الأمور والأمور الأخرى اللي قصرناها، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كل هذه الأمور هذه هي اللي خلت أن المواطن يكون بعيد على هذه المناسبات. سواء كانت يعني مازال يعني المناسبة نتاع أول نوفمبر شوية يعني تختلف على 5 جويلية، لأن أول نوفمبر هي يعني الثورة وفيه الثوار والشهداء وإلى ذلك. وأما هذه المناسبة نتاع الاستقلال هربوا منها كثير، لأنهم مازال يشوفوا روحهم باللي مازال خاص يكون استقلال واحد اخر من جديد، مازال يشوفوا روحهم غرباء. وكان مثل معروف يقول لك الفقر في الوطن تعتبر روحك غريب فيه، والغنى يعني في الوطن الغريب تعتبر يعني شغل الوطن تاعك. هذه الامور هذه معروفه. إذن الناس هذه اللي غربوها، اللي هربوها، اللي ماتت في البحور، اللي خرجت مش عارف على 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 تركيا، على اليونان، ومشات في الطرق يعني لاشهر باش توصل لبلدان الغربه. الناس اللي عايشه في السجون في العراق، في بلدان اخرى، في فرنسا، في كل بلدان العالم، مهمشين، القنصليات ما يحوشوش عليهم. الناس هادو اللي عايشين في الغربه كذلك
اللي حتى مثلا لما يحوشوا يمشيوا يزوروا اوطانهم واقاربهم يغلوا عليهم مثلا الطائرات ويعاملوهم بمعاملات في الجمارك. يعني كيفاش يحبوك انت انك تولي يعني تتفكر وتعتز بهذه المناسبه نتاع الاستقلال؟ إذن هذه الامور هي اللي خلات هاد المواطنين بصفه عامه سواء شباب وغير ذلك خلاتهم يبتعدوا. شكون الان اللي نشوفوا مثلا نشوفوه يجي بهذه المناسبات يتقدم ويدير؟ هما الناس هادو بعض المسؤولين انتهازيين اغلبتهم هما حركه عملاء لفرنسا اغلب يعتزون ويتغطاوا بالباش كما قال الممثل على انها الثوره ويبينوا رواحهم بهذه المناسبات، واغلبيتهم فقط يغتنموا الفرصه باش يسرقوا الاموال ويختاسوا الاموال بهذه المناسبات، ويجيبوا بعض الناس يزمروا ويطبلوا ويمشيوا يديروا بعض هذا ويقولوا بعض الكلمات وانتهى الامر. ولكن في الحقيقه المناسبات بمثل هذه المناسبات نتاع الاستقلال لا تكون بهذا الشكل. اولا احنا لما نطرح السؤال الاول، منذ الاستقلال الى اليوم على 54 سنه رانا فوتنا نصف القرن، راه ماهوش سنه سنتين ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين، راها اجيال. اذا السؤال اللي لازم نطرحوه، ماذا قدمنا لهذا الوطن؟ واش درنا؟ لازم ندرسوا الحصيله في مثل هذه المناسبات. يعني هاد الناس هاد المسؤولين اللي راهم يبانوا لنا باش يديروا هاد المناسبات لازم في الحقيقه يجيو وينشروا لنا يقولنا واش درنا واش قدمنا في هذه 54 سنه. كل الانجازات سواء كانت في الميدان الاقتصادي الثقافي السياحي المعرفي الفكري كل الميدانات العسكري كل قال واش درنا، ما التطورات اللي مشينا عليها وما هي الطموحات اللي رانا بنينا ومشينا. هكا تكون هكا نعرفوا روحنا وين رانا ماشي واش رانا نديروا. اما لكن باش تجيو تضحكوا على الشعب بهذه المناسبات بباقة من الزهور وانتم راكم تلعبوا من اللور وراكم ديروا وتخطوا، كيفاش بغيتوا هاد الشباب ولا هاد المواطنين راح يجي ويساهم معاكم في هاد الاحتفالات ويعتز ويكون معاكم؟ هذا امر مستحيل. اذا انا ارى انه السبب الوحيد هو هاد التهميش، هو هاد التعديات، هاد الاقصاد، هاد كل التراكمات هذه السيئه اللي مرت عبر المراحل منذ الاستقلال الى الان. وحنا رانا شفنا ماهوش يعني في الثمانينات او في التسعينات، مباشره بعد الاستقلال بدات هذه الامور. شفنا ثوار، شفنا ناس حقيقيين جاهدوا الدم نتاعهم خلاوه من اجل الجزائر، ومن بعد الاستقلال مباشره منه اللي داروا في السجن، منه اللي قتلوه، منه اللي نفاوه منه. اذا هذه الامور هي اللي خلات هاد القضيه هاد الاشكاليه مطروحه لهذا الشكل. ناهيك عن 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 حزب جبهه التحرير الوطني، هذه الجبهه التي كانت تناضل وكانت يعني تقوم بكل التضحيات من اجل دفع هذا العدوان هذا الاستعمار الى ما وراء البحار، وفي الحقيقه كان فيها ناس يعني بكل صراحه قاموا بالدور نتاعهم. ولكن الان نشوفوا هاد الناس اللي هما يعني كما بكل صراحه انحرفوا وداو هاد الحزب الفتح الوطني واستغلوه ولاو هما يعني بقات الشعارات ولاو يديروا يعني المصالح نتاعهم الخاصه ويديروا يستولوا على المناصب وامورهم الخاصه. اذا كل هاد الاشكاليات كل هاد الامور كل هاد الاطروحات كل هاد التراكمات هي اللي خلات المواطن الجزائري يبتعد على مثل هذه المناسبات. هذا ما الذي انا اقول، وربما اترك الاخوه الكرام كما يضيفون الاخ. نعم شكرا الاخ نوري. اذا الاخوه والاخوات لازلنا على المباشر، الموضوع تاعنا اليوم هو دور حول 5 جويليا، لان رانا دخلنا في 5 جويليا، يعني عندنا ثلاث دقائق من اللي دخلنا في 5 جويليا نحن في فرنسا. الأخ نوري راه من إسبانيا والأخ عيسى راه من فرنسا، وكان يحدث فينا الأخ عبد اللطيف من غردايا. الحوار هذا لم نكن يعني ما برمجناش، درناه فقط هكذاك بشكل عفوي، خاصة هو أنه مع الأسف الشديد كثير من الناس صايمة، وبالتالي قلت أنا ربما الأغلبية من الناس اللي تابعونا ربما راهم في المساجد راهم يصلي وراهم يذكروا، ولكن مع ذلك قلت أنا نديروا هذا البرنامج حتى باش نمكنوا ربما
بعض الإخوة باش يشاركوا معنا أو يتابعونا يسمعونا. إذن الموضوع هو حول الشباب، تحديدا الجيل الجديد هذا، كيفاش هو يواكب هذه التطورات، كيفاش هو ينظر للمسألة هذه نتاع الثورة وهذا المجاهدين، ويعني كيفاش في ظل هذا الانترنت هذه، في ظل هذه التكنولوجيا الجديدة، في ظل هذه الرقمية، كيفاش هو ينظر الأمور، وكيفاش أيضا هو يحيي هذه الذكرى. كثير من الشباب رانا نشوفوا الآن درك في الفيسبوك، صحيح هو أنه ربما على أرض الواقع ربما راه ما لقاش المراكز الثقافية اللي تقوم به أو تفتح له الأبواب، أو ربما ما لقاش المؤسسات اللي تهتم به أو توجه توجيه صحيح، ولكن مع ذلك حتى إذا راهو حاكم القشور رانا نشوفوا فيهم درك في الصفحات نتاع الفيسبوك، واحد داير الإعلام نتاع الوطن، واحد داير الصورة نتاع العربي بن مهيدي، واحد داير الصورة نتاع أميروج، واحد كذا، وهذا دليل من أنه الخير فيه، ملقاش فقط الناس اللي يقودوه، ملقاش فقط الناس اللي وجهوه التوجيه الصحيح. إذن هذه المسألة خاصة تنظرك الآن في ظل هذه التكنولوجيا الجديدة، راه الناس الآن مهتمة عن طريق الانترنت، ولذلك احنا لازمنا نفكروا في هذه المسألة جيدا. ربما كاين بعض من الناس اللي الآن ذكره وشافنا درنا البث المباشر هذا، ذكره ربما منهم اللي راهو شبع ضحك، يلقاها راهم يديروا في من واسمو الثورة اللي كنا نديروا فيها وكذا وكذا وكذا، عاشو يديروا فيها في الفيسبوك، ربما راهو شبعان ضحك. الدين نتاعنا يقول لك خاطب الناس قدر عقولهم. الجيل هذا درك الآن هو راهو يمشي بالطابلات، راهو يمشي بالايفون، راهو يمشي بالليزابليكاسيون هذو، بالتطبيقات هذو، تا لازمك تخاطبو من خلال هذه الأجهزة، لازم تخاطبوا من خلال هذه المواقع، ولازمك تفهموا، ما لازمش انت تعتبروا باللي راهو غبي، ولا تعتبروا انت باللي راهو انسان ما يفهمش، راهم ناس قاريين، راهم جامعيين، راهم كذا، ولكن لازمك تخاطبهم باللغه نتاع العصر، اللغه هذه اللي راهم هما دوك يتحدثوا بها. ما لازمش انت تهمل الفيسبوك، ما لازمش تهمل تويتر ولا اليوتيوب ولا، لازمك انت تخاطب الناس من مواقع مختلفة حتى باش توصل لهم هذيك الرسالة، وتحببهم كما كان يقول الأخ دركا من غردايا، تحببهم انت في هذه المسألة انت التاريخ، لازمك انت تفهمه، لازمك تسمع له، لازمك تعرف انت وش راهو يفكر في هذه المسائل انت التاريخ، كيفاش راهو ينظر هو للمجاهدين، كيفاش راهو ينظر هو للجيل تاع الثورة، وتطرح أسئلة لماذا هو لم يعود يعبأ بالأول نوفمبر ولا بخمسة جويلية. لازمك تطرح أسئلة، وفي نفس الوقت لازمك تلقى أجوبة، مش غير فقط تطرح أسئلة، لازمك تلقى أجوبة، والأجوبة باش تلقاها لازمك تسمع هذ الناس اللي راهم دركهما عايشين هذا الفترة، خاصة من هذ الناس اللي راهم عاشوا دركهما في التسعينات، وكتواوا بنار تاع الأزمة وبنار تاع الفتنة، وأيضا يبحثوا الخلل درك مش غير فيهم هما، الخلل راهم في هذ الناس الكبار، هذه حقيقة نقولها بكل أسف. يعني انت درك هذا اللي درك في 2016 مازال ما يعرفش يمشي رقم هاتف نقال، وحب هو ينقل لك تكنولوجيا، منين نجيبها؟ تلزقها في ذيول دوابل، منين نجيب التكنولوجيا؟ التكنولوجيا لازم لها ناس اللي يقراو في الإعلام الآلي، يقراو في الاقتصاد، يقراو في التاريخ، ومش الروس هذوك النتينا، لازم ناس يقراو، لازم ناس بحثوا، لازم ناس خرجوا. كاين اللي راهو عمره في حياته خرج لبرا، والله قاعد 15 يوم خارج الجزائر، ويهدر لك على امريكا، ويهدر لك على فرنسا كانه شافها في الكارت، والله شافها في اليوتيوب، والله شافها في الفيسبوك. لازمك تخاطب الناس بالعقول نتاعهم والجو، ولا رانا درنا احنا برنامج في وقت سابق نتاع الجينيراسيون هذو، الاجيال هذو، تحدثنا على هذه المساله. الانسان اللي راهو درك عايش في منطقه ما فيهاش مقهى، واش كيف الانسان اللي راهو عايش لك في باري، ولا راهو عايش لك في كاليفورنيا، ولا راهو عايش لك في تكساس، ولا راهو عايش لك في دبي، واش كيف عقليات نتاعهم تختلف،
والمعلومات نتاعهم تختلف والمناهج الدراسية نتاعهم تختلف. الإنسان اللي راهو قاري في أمريكا مش كيف من الإنسان اللي راهو قاري في إسبانيا ولا راهو قاري في إيطاليا ولا قاري في فرنسا. وهذه المسائل كامل لازم الإنسان يديرها بعين الحسبان، لأنك أنت لما تكون تحكي مع واحد راهو عايش في فرنسا مش لما تحكي أنت واحد راهو عايش في بلدية ما فيهاش حافلة. هذه المسائل كلها لازم تدخل الوسمه. خاطب الناس قدر عقولهم، كاين اللي راهو عنده عقل تاع ذبانه، كاين اللي راهو عنده عقل مش كيف ما الانسان اللي راهو في الناصه، كيف ما الانسان اللي راهو مانيش عارف وين. هذه المسائل لازم الانسان ياخذها بعين الحسبان. ولما نتكلموا في هذا الكلام حنا رانا منكم، رانا الدم واللحم، رانا خاوه ورانا بعضنا من بعض، ولكن لازم نفهموا هذه المسائل. هذا دوك حنا لما رانا نتحدثوا دركا في الفيسبوك ولا رانا نتحدثوا في اليوتيوب لازمكم تفهموا هذه المسائل. ما راناش نتحدثوا من اجل الحديث، ماناش مشتاقين كلام. يا ما كنا نحذر ويا ما كنا نتكلموا على هذه المسائل، وراكم تشوفوا التراكمات هذه السلبيه ونراها مديتنا حاجه على حاجه. كل مره تلقى حاجة شوفوا وين راها مديتني. هذوك هذا الإنسان، هذا المواطن الجزائري، الشاب الجزائري اللي ما يعرف والو على الثورة تاعو، ما يعرف والو على التاريخ نتاعو، وين راه رايح. هذا درك غدوة يجي ليه واحد يقول له باللي دوغول هو اللي عطى لكم الاستقلال يقبلها عادي. لما صرنا احنا نشوفوا هذا الإنسان اللي راهو حركي صار مجاهد، والله قيط صار ابن شهيد، حاش المجاهدين وحاش الشهداء. هذا المواطن لما هو درك يشوف الناس ويشوف في المقابل ناس جاهدوا وتعبوا ويشوفهم مهمشين ويشوفهم مقصيين ويشوفهم ما عندهم والو، ويشوف الناس هذوك اللي كانوا هما أساءوا للتاريخ وأساءوا للثورة وأساءوا للأسرة وأساءوا للمجتمع، ويشوفهم هو كيف ما يقولوا فولهم منور من بعد هو راه رايح، هو من بعد يقدم روحه ولا راه رايح يضحي ولا راه يقول لك الله لا تهز عليهم، الله لا ترفد عليهم. إذن هذه المسائل لازمكم تنظروا لها بعين الحسبان، خاصة من هذا الجيل الجديد اللي راه درك موجود في الشرطة وراه موجود في الجيش وموجود في الدرك وموجود في الأمن. هذه المسائل وفي الإعلام، هذه المسائل لازمكم تنظروا لها بعين الحسبان، ولازمكم تحلوا هذه المسائل هذه تحليل جيد وتشخيص دقيق حتى باش تعرفوا الخلل وين راهو. وفيما بعد لازم تقدموا الحلول، لازم لها ناس أخصائيين، لازم لها علماء نتاع النفسيات وإلى غير ذلك. يعني هذه المسائل لازم كلها لازم تنظروا لها، لازم علماء نتاع النفس، لازم مؤرخين، لازم ناس درسوا هذه المسائل كلها من اجل باش ما تعاودش تتكرر هذا المآسي. والا رانا رايحين نورثوا لاولادنا، راح نورثوا لهم هذا الكوارث ونورثوا لهم هذا الاخفاقات هذه. لا الاخ نوري ظن نحاولوا هو انه نزيدوا نطرقوا لبعض النقاط خليوا الإخوة باش ما نكثرش عليهم بزاف. الأخ نوري، هذا الجيل نتاع الثورة هل ترى هو راه مواكب هذا الجيل نتاع الرقمية؟ يعني راني نشوفوا دوك البرامج يقول لك برنامج هذا لازم له ميزاجور. هذا الناس هذو يا هل ترى هما راهم مواكبين هذا الجيل الجديد هذا؟ يا هل ترى هذا الناس اللي راهم في سلطة القرار راهم هما يمتلكوا هذه التقنيات هذه كي نقولوا يمتلكوا نشوفوها من خلال الاشياء اللي على ارض الواقع. تفضل الاخ نور. نعم، اولا لازم نوضح نقطه، هو كي نتكلموا على جيل الثوره اي جيل نقصد؟ يعني بالنسبه للوقت الحالي، هذا يعني سؤال يبقى يطرح اشكاليه كبيره بالنسبه للوقت الحالي، لانه جيل الثوره الآن الكون نجيو نحدوه في الوقت الحالي شكون هما هاد الناس جيل الثورة؟ وين راهم؟ فين راهم متمركزين؟ ربما نجي نبحثو عليهم تعدم على الأصابع. أنا مش نقولو ما كاينينش ولا، ولكن منهم مش ما
منهم من راك تعرفوا الامور كيفاش مشات، يعني كون جيو نبحثوا عليها من الان ربما تعدم على الاصابع. اذا هذا باش نوضح النقطه هذه. الان الى بدينا نتكلموا على جيل الثوره ما بعد الاستقلال مباشره، لانه ربما كانوا مازال موجودين بنسبه معينه، ربما الامر يختلف. فبالتالي يعني هي الجزائر انا حسب رايي هذا والله اعلم، كل واحد عنده رايه. انا لما نحب نتكلم على الجزائر ما بعد الاستقلال نبغي دائما نقسمها الى اربع مراحل، لان عندها اربع مراحل تختلف. انا ارى هذا هو الشكل. لو اردت ان ندرس الجزائر 54 سنه ضروري أن نقسمها على أربع مراحل، كل مرحلة تختلف عن المرحلة الأخرى، ما نقدرش نخلط، كون نجي نخلط ما غادي نوصل حتى لحاجة. فبالتالي هذا الربع المرحلة يعني كل واحد راه يقدر، الأغلبية المواطنين الآن يعرفوها، هي المرحلة اللي من بعد الاستقلال حتى للثمانينات، ثم الثمانينات هذيك اللي يعني جات فيها الأزمات وأدت إلى الانفجار نتاع أكتوبر، ثم المرحلة الثالثة هي الأزمة، المرحلة نتاع المأساة، والمرحلة الرابعة هذه اللي رانا فيها يعني ما بعد المأساة إلى اليوم. يعني هذه المرحلات كون جيو نقسمو كل مرحلة تختلف، وكأنك يعني شغل كل مرة كنت عايش في نظام معين، ولا كانت مستعمرتك الدولة واستقليت أو استعمرتك الدولة واستقليت وهكذا. وبالتالي الآن إذا نتكلموا على هذا الثوار بشكل يعني الثوار ما بين قوسين، كيفاش ما تعاملوش مع هذه الأجيال وكيفاش يتعاملوا مع هذه الأجيال؟ هو في الحقيقة منذ البداية كان هناك انفصال، يعني انفصال فكري، انفصال نتاع يعني نتاع الحوار نتاع النقاش، ما كانش هناك احتكاك، حتى احتكاك ما كانش. احنا ربما هذا كما كانوا يحكيوا من قبل الإخوة، كانوا يقولوا مثلا واحد الجدة نتاعو تحكي له، واحد الاب نتاعو يحكي له، واحد الام نتاعو تحكي له، لانهم كان عندهم في العائله واحد مجاهد ولا ابن شهيد ولا كذا يحكي له مباشره. لو كان ما كانش من العائله ما يسمعش لك الامور، ما يجيش واحد ثور مثلا في مسؤول معين غادي يجي يحكي، ولا يدير برنامج، ولا يدير جمعيه، ولا يدير مش عارف النظام، ولا يدير مجهود ويحوس يعني يوصل هذه الامور. فقط هذوك الناس اللي كان عندهم احتكاك مباشرة بالناس اللي كانوا في العائلة، اللي كانوا شوية يحكيوا لهم ويعطوهم الأمور. الآن هاد الناس هادو ولاو ينقلوا، لأن بعد مرور السن الغالب هذه هي الحياة نتاع الإنسان، راك تعرفها، السبعينات الثمانينات اللي يفوت الخمسة وثمانين لكتر الغالب، بقي إلا القليل منهم. شكون اللي بغى يحكي؟ هل الأساتذة؟ هل هاد المسؤولين؟ هل شكون هما هاد الناس اللي غادي يحكيو؟ وهاد الناس اللي غادي يحكيو الآن، هل هادو هما هادو الثوار؟ أم هادو للحركة؟ أم كانوا متعاملين مع فرنسا ولا شكون يعني؟ إذن هاد الأسئلة مطروحة الآن. إذن لما نقول لماذا يعني ما يتعاملوش مع الشباب؟ لماذا ما كانش هناك احتكاك؟ لماذا؟ أولا السؤال يبقى مطروح أنه من البداية كما كان يعتقد بعض المفكرين وبعض المحللين، يقول لك أن الاستقلال هذا كان مخدوع وكان مخدوم، وكان فقط لمواصلة الاستعمار الفرنسي باش يقضي على الثوار ويقضي على المجاهدين الحقيقيين. وبطبيعة الحال أنا نقدر نميل لهذه الفرضية، نميل لها كثير يعني بالنسبة لي. إذن شكون اللي غادي يبقى يحكي لك؟ شكون اللي بغادي يحتك لك؟ وشكون اللي غادي يفكر لك في هذه الأمور اللي نحكيو لها؟ يبقى الميدان يبقى فارغ، وهذا الشيء اللي رانا نشوفه اليوم. نشوفوا يعني المسؤولين، هاد المسؤولين اللي هم يعتبروا الوهم يقولوا انهم يعني من جيل الثوره، حتى ولو انهم احنا ما نعتبرهم من جيل الثوره، لانهم هم فقط زادوا في وقت اللي كانت مستعمره فرنسا، يقدر يقول من جيل الثوره. يعني حتى احنا لو كان زدنا في الربعينات ولا في الخمسينات نقدر نقول حتى احنا من الثوره، شكون غادي يعرفنا؟ هذا هو الامر اللي كيفاش. إذن هاد الناس هادو اللي راهم الآن موجودين في السلطات القائمة، وبحكم يعني الولادة نتاعهم قبل الاستقلال، يعني يقدروا يقولوا احنا ويفتخروا احنا من جيل الثورة، ولكن في الواقع تلقاه مثلا لا يتعامل مع الجيل هذا الصاعد،
أو أنه يتعامل معه بالتكبر بالاحتقار، شغل كما نقولوا يشوفوه شغل بعيد لهيس، ما أنت بعيد عليا، ما عندي ما ندير بيك وما عنديش الوقت ليك، وشغل كما نقولوا ما عنديش الوقت معك، ما نضيعش معك الوقت. فما بالك أنه يمشي يدير مواقع اجتماعية ويعطيه الوقت ويحكي معه ويتصل معه. هو حتى بعد الخطابات الصفراء التي تحدث من حين إلى آخر نشوفهم كيفاش يجيو متكبرين، شغل السمارة ما يجيب السيف ومفروض عليه ويهدر ذاك الهدرة اللي من فوق النيف نتاعه، وشغل رغم عنه. يعني في ما بالك أنه هو غير يعطيك الوقت ويفتح لك فساد صفحة في الفيسبوك ولا في التويتر ويتعامل مع هذا الجيل. هذا جيل ما هو جيل تاع الثورة، هذا جيل ميت. يعني هي هياكل لابسه كوستيمات وتمشي فقط، هذا ما كان. لأنها لا كيفاش راه باغي كي تموت هاد الأجيال اللي راه يقوموا الآن يقولوا احنا من الثورة بين قوسين، كي يمشي ويموتوا ضروري غادي ما يبقاوش يعني في الحياة نتاعهم. يعني واش خلاو لهذا الجيل؟ واش خلاو له؟ كيفاش غادي يواصل؟ ولذلك أنا يعني بهذه المناسبة كذلك أقول لهذا الجيل القائم الآن أنه لا 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 يعني ما ينتظرش أي شيء مهد المسؤولين اللي يعتبروا وهم هما من جيل الثورة، مع احتراماتنا بطبيعة الحال لكل المجاهدين الحقيقيين وكل الناس اللي هما من عائلة الثوريين، ونعرف ذلك وعلى بالنا باللي راهم مهمشين ومظلومين واحتقروهم، ومازال لحد الآن مازال احتقروهم. وكان الناس لحد الآن وحنا على عين وجاتنا أخبار خرجوهم من ديارهم في الوقت هذا اللي رانا نحكي لك عليه، يعني أوامر من السلطات. لماذا؟ لأنه ينتمي إلى عائلة مجاهد أو ينتمي إلى هذا حق رواص الكهر، باغيين يقضوا على كل هذه العائلات. إذن الآن أنا بغيت نقول لهذا الجيل الصاعد أنه لازم يعني تكون هناك نظرة جماعية لهذا المشكل اللي راه مطروح، لأن الاستقلال تاع الجزائر ما جابوش هاد الناس هادو اللي رانا نشوفوهم يضحكوا على المواطنين ويفتخروا ويقولوا احنا ثوريين وكذا، جابوه ناس أغلبيتهم توفاهم رحمهم الله، يعني ضحاوا بالنفيس، هادوك هما اللي جابوا الاستقلال. إذن احنا لازم نربطوا نفوسنا بهذوك الناس هادوك، نشوفوا الفكر نتاعهم والتضحية نتاعهم والطموحات نتاعهم وربطوها معاهم هما، كأنهم هما راح يحكوا معنا في الفيسبوك، ماهوش هذا الجيل. هذا هو الفيسبوك اللي لازم نربطوا معاهم، نربطوا روحنا بالأجيال هادوك باش نقدروا نبقاو متحدين ونبنيو ونوصلوا للطموحات اللي كانت تطمحوا بها الشهداء، باش ما تضيعش التضحية نتاعهم على باطل. نعم، شكرا الأخ نوري. الأخ سمير، المهم إذا كنت تحب تجي، نحن في نهاية هذا البرنامج حتى باش ما نثقلوش على الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا. مانيش عارف إلا كان راهو قرب لكم الفطور ولا مازال الأخ سمير في أمريكا. المهم نحن على المباشر الأخ سمير، إذا كان راه مازال ما لحقمش الفطور ممكن تجي وأنه تقول كلمات. راهو أيضا فيه مجموعة من الإخوة راهم يتابعوا فينا من سطيف. أخ سمير المهم إذا تحب تجي مرحبا بك. الو أخ تونسي من سطيف، مرحبا بك الأخ تونسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماعة الخير، جماعة التالا. وعليكم السلام ورحمة الله. بلاد الجزائر وخارجها. كش ما جبت لنا معك؟ نحييكم. نعم. كش ما جبت لنا معك مسفوف ولا غير جيت وحدك برك؟ رانا نشربوه في التاي والكوكاو والمسفوف مازال، حتى بعد إن شاء الله نجيبوا التهجد. ما شاء الله. ثلاثة والله. ربي إن شاء الله يقبل له. كنصليو صلاة التهجد، ساعات كنديروا نسحروا بالمسفوف. يا خويا تحياتنا ليك ولكل الإخوة اللي راهم معك. راهم معايا يسمعوا، اول خطره راهم يسمعوا في الاذاعه ما شاء الله، راهم كيما نقولوا يسمعوا برك، مجرد السماع حتى بعد ان شاء الله ما يكون فيها معليش. المهم الاخ تونسي وكل الاخوه اللي راكم تتابعوا فينا، نحن اليوم رانا نحيي في 5 جويلية على موقع نتاع الفيسبوك. كيف ذلك؟ ربما بعض الاخوه يستغربوا لهذه المساله. لازمكم تعرفوا باللي فيه شباب راهو ديبرونشي، راهو مع الفيسبوك، راهو مع اليوتيوب، وراهو مع
الجوجل وإلى غير ذلك من المواقع، بالإضافة إلى أنه فيه عائلات وفيه أجيال أيضا راها موجودة في الخارج وما راهمش عايشين في الجزائر، راهم موجودين في أمريكا في كندا. أقول الأخ نوري راهو من إسبانيا، أنا راني في أخ لا كونيكسيون تتقطع شوية شوية ساعة ساعة. نعم، إذن فيه إخوة راهم موجودين في الخارج، ونحاولوا إحنا من خلال هذا النقاش هذا هو أنه نتحدثوا على هذا الجيل هذا نتاع الرقمنة هذا، الجيل نتاع الفيسبوك ونتاع تويتر ونتاع كذا، كيفاش هو ينظر للمناسبات الوطنية، كيفاش هو ينظر لهذا الجيل نتاع الثورة، هل ترى فيه توافق، هل ترى فيه تواصل بين هذه الأجيال، كيفاش هو راهو ينظر لهذه المناسبات الوطنية، هل ترى هو ينظر لها نظرة الاحترام، نظرة الاعتزاز، وإلا راهو ينظر لها بنظرة الريبة، إلى غير ذلك من المسائل اللي تدور حول هذا الموضوع. نعم، بارك الله فيك الأخ نور الدين على تفضلك بتقديم هذه الحصة، الحصة كما نقولوا النيرة لتنورنا الطريق وعلى كيفية الاستقلال كيفاه جابوه الجزائريين، وكيفاه رانا دوك عايشين في هذا 2016 هذه مع الشباب، والله كما نقولوا الاعلام الجديد هو الاعلام تاع الفيسبوك عبر الانترنت، وكيفاه يحيوا هذه الذكرى هذه تاع الاستقلال. شوف الاخ نور الدين والاخوه المستمعين، انا كنت مع واحد الاخ كان هنا يتكلم معايا، جاب لنا قصه تاع واحد مجاهد من قدماء المجاهدين. نعم. واشن هو دخل في الخلل، دخل المخ ولا ديكلونشا، كي استقلينا مباشرة ديكلونشا. لماذا؟ الاستقلال شاف الجماعة اللي كانوا حركة في وقت فرنسا هما اللي مسؤولين على المنظمات وعلى واللي وزعوا في البطاقات تاع المجاهدين. قال لك كان قاعد معنا في مجموعة هكذا وشاف واحد من اللي جاوا وعنده بطاقة تاع أنسيان مجاهد، قالوا انتم راكم في المنطقه تاعكم عندكم بطاقه تاع عصي مجاهد، قالوا احنا رانا هنا ما عندنا حتى حاجه، يعني ما عندنا عصي مجاهد لا، بس انتم اللي راكم هنا في الدوار تاعكم وفي القريه تاعكم عندكم بطاقه هذه حافظوا عليها اللي يروح لكم الاستقلال. هو يعني الثاني حاجه اللي قال هذا المجاهد هذيك يقولوا احنا عنده خلل في الدماغ، هو كلامه وقت توزن ونور الدين قال له الاستقلال جابوه الرجاله والبغال الحمر، فهمت؟ نعم. وداوه جماعه كما نقولوا احنا الورقه في هذاك الوقت، الورقه دوك راهو الفيسبوك والله الانترنت والله راهي وسائل الاعلام الجديده هذه هي اللي راهي تنشر وتنصر في هذا الناس اللي راهم عندهم سواتيزون بين قوسين اللي راهم هما اللي حاكمين كما نقولوا مواصيين مجاهدين. ماشي اوكل احنا ما نقولوش الناس كلها اللي راهم موش زونسيين مجاهدين، ولكن عندهم زمام الأمور في الإعلام الجديد والقنوات هما راهم يوجهوا كما يحبوا. أما الشباب اللي راهو ذوك يتابع في الفيسبوك وكذا راهو يتنقى الحقائق، يعني كما نقول المعلومات ما يديهاش على القنوات الرسمية، وين كره كما نقول كره السماع لك تاع الروتين تاع دائما نفس الديسك اللي يكرر في الاستقلال وفي الثورة وكذا نفس الديسك، يعني ملو منو دوكا ولاو يلجؤوا للاعلام البديل هذا وهو الفيسبوك، وين يجبدوا الحقائق من عند الناس اللي راهم ينشروا الحقائق كما انت دوك في القناه تاع المصالح هذه كاين حقائق راهي برزت لنا وللمجتمع، هما راهم يتبعوا في الحقائق هذه، تسمى راهو دوك ما يديش المصدر تاعو كما كان بكري من وسائل الاعلام الرسميه، راهو يديها من فيسبوك. هذه دوك الناس الشباب دوك راهم يتبعوا كما نقولوا ثورة 845، شوفت ردة الفعل تاع الشباب وين كما نقولوا يدزوا تصاور تاع جرائم الحرب واش دارت فرنسا في 45 واش المجازر اللي صارت في قالمة وخراطة وسطيف، شوف هذا الشباب هذا اسمه راه واعي واش راه يدير، ما يدنكش الوسائل اللي راهي رسمية خلاص هذيك اسمك شو الواحد طلقها، لأنه توالف ألف الروتين وألف نفس المواضيع ونفس الكاسات، نزاع الثقة. نعم نزاع الثقة، سحب الثقة هي دوك ولا كيما نقولوا دوك يحوس راه ولا هو يبحث، هذا الشباب هذا مش كيما نقولوا غافل. نعم. والله كيما نقولوا مغفل ولا راه كيما حنا نقولوا شباب فيسبوك مديته الدنيا ومديته المتاهات. نعم. بالعكس راه هو يحوس على الحقيقة المصدر الصحيح،
ما بقاش يتفرج كما نقولوا للقنوات اللي كحلو برك. دوكا راهو يتنقل حقائق ويتنقل معلومات ويحب يعرف التاريخ تاعو الصحيح، كيفاه صارت الثوره، كيفاه صارت، كيفاه ضحاو الناس ما قبلنا باش جابوا الاستقلال هذا، وش اللي هي يعني باش يولي هذا الشباب يحمل المشعل تاع الاستقلال. لازم له رجال، لازم له رجال ينوروه ويبصروا له الطريق، والاعلام الصحيح كما راهي دوك على قناه المصالحه هذه ان شاء الله، اللي يبارك يا ربي ان شاء الله تلقى رجال اللي يبنيوها كما بنوا المساجد ويخليوها وقف لله، وين يكون منبر حر للاعلام الحر في البلاد تاعنا وجميع الشباب الجزائري ان شاء الله. تفضل الله يبارك فيك. الميكروفون فقط الأخ تونسي. المهم نزيد بعض النقاط فيما يتعلق بالموضوع تاعنا دائما حول الشباب هذا. احنا الحاجة اللي لازمنا نفهموها هو أن المجاهدين الحقيقيين هذو هما فوق رؤوسنا، هذه المسألة من المسلمات. هذو خوتنا، هما أبائنا، هما أخوالنا، هما أعمامنا، هما أجدادنا إلى غير ذلك، هذو فوق رؤوسنا. ولكن كاين بعض الأمور منطقية. درك هذ الناس اللي هما في مرحلة ما، يعني هما لم يختاروا هذاك الظرف، ربي اختاروا لهم على جل باش هما يكونوا من الثلة هذيك نتاع الناس المؤمنين اللي ساهموا هما في الجهاد، وكل واحد حسب الطاقة نتاعو، واستطاعوا هو أنه يخرجوا هذا الاستعمار العسكري. لكن فيه استعمار ثقافي بقى في الجزائر للأسف الشديد، وهذا تغرس في المدرسة، لأنه مع الأسف الشديد تم تدمير تاع المدرسة، تم تدمير تاع المسجد، وفرضوا أمر واقع على الجزائريين. للأسف الشديد هو أنه البناء لما تبنات الدولة الجزائرية الحديثة يعني من 62 واروح الهون، لم تبنى على أسس متينة، ولم تبنى على أسس صحيحة، بحيث هو أنه الانطلاقة كانت عن طريق الانقلاب. يعني ما تفهموش في المؤتمر هذاك نتاع طرابلس، وبقى هذاك النزاع مازالوا الى اليوم راه مازال مستمر. ما تفهموش في القضيه نتاع مؤتمر تاع الصمام، وبقى هذاك النزاع مازالوا يمشي كما يقولوا كما النار هذيك في التبن، مازالوا ماشي، ومازالوا للاسف الشديد مازال يورث هذا الجيل الجديد هذا. درك هو اذا كان هو ما قراش المعلومات الصحيحه في الكتب نتاع التاريخ، ما قراهاش في المدرسه، ويزيد هو العائلات يلقاها مشتتة. راكم شفتوا ماذا صنعت الفتنة في الجزائر، شتتت العائلات. وش راح تنتظر انت من هذا الشباب هذا؟ يعني التجهيل وتحريف انت التاريخ، بالإضافة إلى أن الناس اللي هما ذرك راهم كانوا في مراكز، منهم اللي الله غالب هو ما كانش واحد اللي راهو خلق هو ذرك وزير، ولا راهو خلق رئيس، والله راه هو قال راه عنده هذا العلم بالجغرافيا وبالتاريخ وبالتربية النفسية وكل هذه المسائل هذه، راه هو الحق إلى درجة نتاع عالم، والله على جل باش هو يكون لك هو هذه الأجيال. كانوا يتحركوا بالشيء اللي عندهم، أصابوا أخطأوا، ولكن ذركا بكري إذا كان ذوك مثلا في الاستقلال كانت المدرسة الجزائرية نقدروا نقولوا من عادمة، لأنه كانوا يجيبوا في الأساتذة، يجيبوا فيهم من العراق ومن سوريا ومن مصر ومانيش عارف كذا. الآن الحمد لله سيدي راه عندنا الجحافل نتاع أساتذة، الجحافل نتاع أطباء، جحافل نتاع باحثين، جحافل نتاع مهندسين، جحافل نتاع يعني إطارات في كل يعني المجالات. وآن الأوان وين أنه هو أن تعطى هذه الثقة. يا سيدي ما راكمش انتم قال مثلا ثاهقين في هذا الناس اللي راهم دركا عندهم 20 سنة و 30 سنة. كاين سيدي الأجيال اللي راهم دركا في عمرهم نقولوا سيدي 45 سنة 50 سنة حتى ال 55 سنة، ماكمش انتم ثاهقين في هذوك الناس. ثقوا في هذا الناس اللي راهم دركا قراوا في المدرسة الجزائرية وارتواوا هما بالمدرسة الجزائرية، ثقوا فيهم، عاونوهم بالخبرة اللي راه عندكم على جل باش هما يتقدموا إلى الأمام ويحقوا الشيء اللي انتم ربما عجزتوا عليها. لأنه هذا الناس مهما يكون الأمر هما ناس درسوا، هما ناس قراوا، هما ناس أيضا استفادوا من هذه الأخطاء هذه اللي وقعت
ما قبل الثورة وأثناء الثورة وما بعد الثورة. هما راه مستفادوا من هذه الأخطاء، وما ناش حابين هو أنه يتكرر هذا الفشل. إذا كان في مرحلة ما كانت الجزائر قال مثلا متحكمة في الإعلام، الآن ما تقدرش تتحكم. الآن رانا في هذه الثورة التكنولوجية وين أنه أنت ما تنشرش خبر دز معاهم، يتنشر في الفيسبوك، يصرى حدث في أي منطقة أنت ما تنشروش، ربما في وقت سابق ما تنشروش تحتكروا أو ربما تحاصروا، درك ما تقدرلوش. درك الخبر ذاك يتنشر، يتنشر على الصفحة نتاع الفيسبوك، يتنشر في موقع نتاع تويتر، يتنشر في الهواتف النقالة ويفوت. بالتالي يا إما هو أنك تواكب هذه التطورات، وبحكم هو أنه نحن رانا نحكيو على هذا الشباب، تواكب هذا الشباب وتحاول هو أنك تأطر وتأطر الصحيح وتوجه التوجيه الصحيح من خلال دعاة ربانيين، من خلال أساتذة، من خلال المكونين، من خلال المربين، من خلال ناس محترفين في الإعلام في كل مجال. وإما هو أنك راك راح تدخل في الحيط وتدي البلاد معك. الأخ عيسى، نحن في نهاية هذا البرنامج. أخ عيسى، إذا كان ممكن هو أنك أخ عيسى. نعم نردين. أخ عيسى، إذا كان ممكن هو أنه تحب توجه رسالة لهذا الشباب، ورسالة لهذا الناس اللي راهم في سلطة القرار. شكرا أخ نردين. رسالتي إلى الشباب يا نردين أن الظروف راهي متاحة أنهم يعرفوا تاريخ الجزائر الحقيقي عبر وسائل الإعلام اللي راهي غير محتكرة كما تفضلت وقدمت ذلك. أنا أقول لهم أن الثورة الجزائرية كانت أعظم ثورة في العصر الحديث، بكل أخطائها، بكل خياناتها، بكلها، ولكنها تعرف قيمة الثورة الجزائرية نوردين عندما تمشي للخارج وتحضر. أنا كنت في عضو في الاتحاد العام طلبة العرب، وتحضر لقاءات دولية تاع الطلبة تاع الشباب إلى آخره. أنا تعرف قيمة الثورة الجزائرية خاصة مع 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 جماعة أمريكا اللاتينية إلى آخره، وآسيا إلى آخره. أنا تعرف قيمة الثورة الجزائرية، تعرف قيمة الرجال اللي قادوا الثورة الجزائرية، أنها كانت ثورة عظيمة برغم السلبيات. على كل حال، كل ثورة فيها سلبياتها. أنا وجه كلمة للشباب الجزائريين أنهم يعتزوا بثورتهم بكل سلبياتهم، أنهم يعتزوا بهذه الثورة ويحاولوا لأن الظروف متاحة أنهم يقرأوا يعني نردين، لأنه الآن كل شيء راه موجود، ممكن يقرأوا ويستخلصوا العبر من كل هذه الصراعات اللي كانت خلال الثورة وخلال مؤتمر الصمام وبعد الاستقلال والانقلابات وكل ما صرا، يستخلصوا العبر حتى يكونوا إن شاء الله هم بناة الجزائر في المستقبل. لأنه هذو الكبار حبوا ولا كرهوا رايحين نردين، وإحنا كذلك الجيل الاستقلال رانا ماشيين. أمل في هذا الشباب، مهما يكون أنهم حاولوا يجهلوهم، حاولوا يخبيوا عليهم كثير من الأمور، ولكن فيهم أمل. أني حضرت، لأني عندي تجربة نوردين، وحضرت انتخابات اللي فازت، كي تلقى بالرغم تلقى أن شباب يوفوا معك في انتخابات، يمشيوا مع ناس نزهة في قائمة نزهة بدون فلوس، بدون أي حاجة، تلقى 20 شاب ولا 30 شاب وفوا معي أنا شخصياً في قائمة اللي كانوا فيها ناس لبس بهم. على كل حال، يعني كاين أمل. والله يا نور الدين، هذيك الحملة الانتخابية تاع البلديات غير الدموع بكيت، لأني كنت فاقد الأمل. ولكن كي تشوف الشباب هذوك، شباب جامعيين متخرجين من الجامعة كما الأخ اللي كان يتكلم معنا بغرداي إلى آخره، عندهم هذيك بالرغم ما عندهمش تكوين سياسي كبير، ولكن عندهم هذيك البذرة الخير موجودة يا نور الدين. إذن نتمنى أنهم يكونوا خير خلف لخير سلف إن شاء الله، ونترحم على كل شهداء الثورة الجزائرية، وإن شاء الله الجزائر تكون بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخي عيسى. تفضل الأخ نور، دير مداخلة أخيرة باش نختموا البرنامج. نعم، في يعني ما قالي منزل نقول، يعني الشيء اللي قلته في ربما في الكفاية. فقط يعني بالنسبة
بالنسبة لكل المواطنين الجزائريين من الشباب ودون الشباب يعني بكل صراحة، أنه الآن بالمناسبة هذه نتاع عيد الاستقلال كل واحد يطرح سؤال على نفسه 54 سنة، وكل واحد يشوف واش درنا لهذا الوطن، واش صرا فيه، واش هي الإنجازات، كيفاش راها العقليات، كيفاش راح نتفاهموا بيناتنا، كيفاش رانا نتعاملوا مع بعضنا بعض، ما هي المآسي، واش هو الشيء اللي صرات، الإيجابيات السلبيات، لازم تكون حصيلة. وهذه الحصيلة منها يقدر كل مواطن جزائري يعرف كيما نقولوا احنا المكان نتاع الوطن وين راهي، المستوى وين راهي، الدرجة نتاعو وين راهي، يقدر يصنفو ويقدر يعرف منين يبدا وكيفاش يخدمو. إذن هذا هو الشيء الأساسي، وهذه الأمور هذه باش الإنسان ينتبه لها وباش يعرفها وباش يدركها لازم لها شوية من الاجتهاد، لازم شوية من التضحيات، سواء كان ذلك بالمنشورات التي تصدر من جميع المواطنين على المواقع الاجتماعية. يعني كل واحد يحاول، كل إنسان عنده معرفة، عنده اطلاع على جانب معين، يعني من الثورة الجزائرية، من شيء صرا يعرفه، من قصة قراها، من شهادة، من إيش عارف، من صورة، من فيديو، أي شيء يقدر يفيد به يمروا حتى أنه تبقى هذه الأمور سارية المفعول ما بيناتنا، ماهوش نبقاو نمروا غير فيديو نتاع واحد في الأمريكان، هذاك تاع الإنجليز، هذاك تاع أستراليا، هذاك وبلادنا حنا كيف نساوها كامل، ما نعتنوش بها. كان اللي راه يعتني بالتاريخ نتاع مش عارف نتاع دول أخرى أجنبية ربما كانت هي ساهمت حتى في تدمير الجزائر بشكل آخر، وهو راه ينشر لها في التاريخ نتاعها، وينشر لها في المجهودات نتاعها، وينشر لها في التراكمات الإيجابية نتاعها، وينشر لها، والجزائر ما ينشرلهاش حتى ولو صورة ولو كلمة ولو أي شيء. إذن هذه الوسائل الاجتماعية الجديدة التي نملكها الآن لازم نعرف نستغلها، كيفاش نحيي هذه الأمور الإيجابية، وكيفاش نعرف لبعضنا البعض وللأجيال، ونوضح الإنسان اللي عنده ربما واحد من العائلة نتاعو من الأقارب اللي مجاهد كذلك، ويقدر يدير مع فيديو كذلك يحكي أمور قصة واقعة منش عارف أي شيء يقدر يفيد فيه. كل هذه الأمور تفيد، وما ننتظروش أن الجيل يقول لك السلطة، الدولة، السلطة، هذه انتهى الأمر منها، تسناو شيء فاقد الشيء لا يعطيه، لازم الجيل هذا اللي راه نايد هو اللي لازم يكون، هو اللي لازم يعرف، هو اللي لازم يبني، هو اللي لازم يدير كل شيء. هذا وأترك يعني الكلمة، والسلام عليكم. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للأخ نوري. الأخ سمير، صح الفطرك ولا ما زال مفطرش؟ السلام عليكم أخ نوري. السلام عليكم. شحال مازال؟ إيه مازال أكثر من ساعة باش تفطر. تقريبا واحد ساعة وخمسة وأربعين دقيقة. إيه ما راه مازال عندكم الشمس على بالك، حنا راهو قريب يطلع الفجر أخويا. أنا عارف نور الدين، أنا رانا نسحروا. البلاد راهي في القلب، على بالي كل دقيقة تجوز عليها تسير، نعرف شحال الساعة تما. الله يبارك فيك. الأخ سمير راك كنت تتبع فينا، نخليك دير كلمة باش نختموا البرنامج، تفضل الأخ سنة. شكرا أخ نور الدين، وأعتذر يعني راني في بلاصة هكا ما فيش مشكلة، راني داخل سوبر مارشي. مش مشكلة، تفضل. الله يبارك فيك. واش نقول لك نور الدين، أنا كتبت لك واحد الكلام هكا. واش نقول الله يرحم الشهداء. آمين. الله يرحمهم، والله العظيم كي نقراو على يعني التاريخ الصحيح، ماشي التاريخ اللي كتبوه الخاونة، التاريخ الصحيح اللي كتبوه اللي رانا يعني راهو يتكشف لنا، والله نلقاو نفهموا واش معناتها تضحية حقيقة. نفهموا ان ناس كانوا في عز خلاو هذاك العز وراحوا يمدوا دمهم، كانوا يعني كما معايشين الان كانوا كاسبين الكيران، كما هاد الوقت كاين بول كيران، كانوا الناس كانوا كاسبين هذاك الوقت، خلاو كلش وفضلوا انهم يعني يسمحوا في الدنيا هذه كامل يبيعوها، وما كفاتش غير هذاك العز اللي كانوا فيه، كذلك مدوا دمهم وحطوا رقبتهم، يتموا ولادهم، رملوا نساهم،
باش نعيش انا لهذا الوقت. رانا ان شاء الله نكتشفوا هذا التاريخ الصحيح. هذا التاريخ اللي لازم نجاهدوا اننا نكتبوه بيدينا احنا. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي الاحياء اللي ما زالهم من المجاهدين الصادقين ماذا بيهم خلاص ما بقاش يزيدوا يغطوا خلاص. 5 جويلية انا نشوفوا كما اكيد الاخوه قاع بداو يقتنعوا انه ماشي استقلال كامل. ماشي استقلال كامل وين في 2016 يتقطع كابل تحت البحر الجزائر كامل تغرق تاع كابل تاع الانترنت. يعني انا ما استقليتش مادام الجزائر محكومه مع اوروبا بكابل واحد. 5 جويلية انا ما نديروش رمز. 5 جويلية ماشي يوم تاع احتفال. 5 جويلية هو يوم نتذكروا فيه هذوك المجاهدين، نتذكروا فيه هذوك الشهداء ان شاء الله عند ربي، باش اننا حنا نصحوا ولا راهو هذا الاستقلال ماشي تاع الصح خرطي. ما احنا اللي حنا ما راناش قور، حنا ماشي توانسه، حنا جزائريين على خطاهم نمشي. 5 جويلية هو كذلك يوم التضحيات، نمشوا على طريقهم. باين اول نوفمبر نعاودوا نكتبوه، زمان كتبوه بالحبر والقلم من هذا الوقت كما كنت تحكي نتايا وقت النوميريك نكتبوه باذن الله، نكتبوه في الفيسبوك. نعم على يعني تلك الخطوات نزيدو نمشوا. 5 جويلية أتفضل أخو قدم الواحد يعني يوصف ويفتخر بالتضحيات هذيك قليل، ولكن ما لازمش شغل نربطه يعني بسيكولوجيا أنك نربطه 5 جويلية غير بالماضي. 5 جويلية هو تحدي اليوم. كما قلت لك لازم نعاود ونجيبوا هذاك الاستقلال، واستقلال تام كما كانوا يتمناوه، ما شافوش وما عاشوش، عملوا اللي كما يقولوا اول خطوه وما كانوش عارفين وين رايحين، كانوا فقط يحلموا. احنا نحققوا هذاك الحلم وربما نزيدوا اكثر واكثر على حساب الاهداف اللي كانوا يطمحوا لها سيادنا. هذوك ما سيادنا قد ما يزوروا هاد المنافقين الحركه، قد ما يزوروا التاريخ، يجي وقت ونرموهم في واد الحراش، نرموهم هم وتاريخهم، ويقعد دائما الحي الحر يقعد هو سيدنا، نسيدوه نعم سيدنا. الله يرحم الشهداء كامل من 1830 لليوم وين مازال يسقطوا، يعني ما عندناش أسبوع هذا مازالهم الجنود يسقطوا يدافعوا على الوطن هذا، حماة الوطن. لازم نلتف حولهم، لازم نلتف مع بعضنا بعض، ما لازمش نخلو الوسائل اللي كان يستعملها المحتل القذر، الوسائل اللي كانت تفرقنا، الوسائل اللي خلتنا نتشتت، الوسائل اللي خلت نتلهاو بعضنا بعض. يعني هذا القبيلي يضرب مع العربي، وهذا الشاوي يضرب مع الصحراوي، وهذا يقول انا يا هو فولي طيب، وهذا الايديولوجيه ضد هذه الايديولوجيه، وهما كامل وطنيين. لازم نفيقوا لعمرنا. المحتل كما ضربنا بالحركة وكما حطهم كدرع باش هو يقعد يعني في السلامة وحنا نقعدوا يعني متلاهيين مع بعضنا بعض، حتى سبحان الله عجز الأمير عبد القادر صبر روحه يقتل غير في الجزائريين وفشل. كما استعمل قلنا المحتل كما استعمل العباد راهو يستعمل كذلك ايديولوجيات وأفكار تخلينا متلهين مع بعضنا بعض. لازم أبناء الجزائر يشوفوا رواحتهم، ما لازم حتى حاجة تفرقنا، الوطن هذا جمعنا كامل. نور الدين يعني ما كنت واجد واش نحضر هذا، ما عليش مش مشكلة، المهم ربي يكون معكم الأخ سمير وصحة لفطوركم. نلتقي إن شاء الله في فرصة واحدة أخرى. إذن الإخوة والأخوات كنا على المباشر
كنا نناقشوا في موضوع يعني حول شباب نتاع الانترنت، شباب نتاع الفيسبوك، وكيفاش هو ينظر المسألة هذه نتاع التاريخ، المناسبات الوطنية لهذا الجيل نتاع الثورة، يعني بصفة عامة هكذا. إذن كما تفضلوا الإخوة، ربي يرحم كل شهداء، ربي يرحم كل الجزائريين والجزائريات أيضا اللي ماتوا بعد الاستقلال. ربي إن شاء الله يجمعنا في الجزائر في وضع واحد آخر، بحيث أنه ترجع السيادة الكاملة للشعب الجزائري ونعيش أحرار في بلادنا. ربي إن شاء الله يلم الشمل نتاع الأسر الجزائرية، وإن شاء الله ما زيدوش نشوفوا فتنة واحدة أخرى. نتمنى هو أن هذا 5 جويلية يكون فرصة للتصحيح، فرصة للتجديد، فرصة للنظر إلى الأمام، مش فقط الاكتفاء بالنظر إلى الماضي. نلتقي إن شاء الله في فرص واحدة أخرى. بإمكانكم هو أن تتواصلوا معنا، بإمكانكم هو أن تقترحوا علينا مواضيع، نحن منكم. بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا، ومرة على مرة إن شاء الله من خلال هذه النقاشات الأخوية رايحين نستفاد من بعضنا البعض، من خلال التبادل نتاع المعلومات، التبادل نتاع الآراء، ومن خلال الصبر على بعضنا البعض، من خلال هذا الحوار، من خلال هذا التواصل، من خلال هذا التفاعل الإيجابي، رانا رايحين إن شاء الله نفيدوا بعضنا البعض. وفي نفس الوقت هذه الحوارات راها رايحة تنعكس هي إيجابا على الخاوة اللي راهم يسمعوا فينا، سواء في الداخل ولا في الخارج. أشكر كل الإخوة اللي شاركوا معنا في هذا الحوار، الأخ عيسى من فرنسا، الأخ عبد اللطيف من غردايا، أخ نوري من إسبانيا، الأخ تونسي من سطيف، والأخ سمير من أمريكا. كما أشكر كل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا على الإذاعة نتاع وطني من دول مختلفة، وأشكر كل الإخوة أيضا اللي شاركوا معنا من خلال التعليقات على صفحة نتاع الفيسبوك، الأخ العربي وكل الإخوة اللي كنتوا معنا على صفحة نتاع الفيسبوك. نلتقي إن شاء الله في فرصة أخرى. قبل من نختم هذا البرنامج، فقط بودي هو أن نوضح مسألة ربما الإخوة كانوا يتابعوا في الفيسبوك من بعد ما يلقوش الحوار ربما ينحذف أوتوماتيكين. المهم الحوار فيما بعد إن شاء الله راه مسجل في برنامج واحد آخر، ونعود نحمله على الفيسبوك، على اليوتيوب، نعود ننشره على الفيسبوك. إذن تحياتي لكم جميعا، صحة لعيدكم، ربي إن شاء الله يقبل منا ومنكم، ونلتقي إن شاء الله في فرص واحدة أخرى. إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم، من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.